المستشار طه أبو الحسن، مستشار بمجلس الدولة المصري وعضو مجلس إدارة نادي قطاد مجلس الدولة بالإسكندرية. المشكلة اللي احنا بنصور بسببها حاليا هي قطعة الأرض المخصصة لنادي قطاد مجلس الدولة بالقرار رقم 216 لسنة 2013 من محافظ الإسكندرية. وبالفعل استلمنا الأرض استلام بمحضر وحجزنا الأرض حيازة فعلية ووضعنا اللافتة باسم نادي قطاد مجلس الدولة بالإسكندرية وسور فاصل ما بيننا وما بين نادي المهندسين، إلا أنهم اعتدوا في شهر 4 على السور وعلى اللافتة وصدر حكم بحبس عمر عبد العزيز الهاشمي اللي هو مدير نادي المهندسين لاعتدائه على منقولات تخص نادي قطاد مجلس الدولة وتقطيع اللافتة. طبعا اللي موجود حاليا المهندسين وبيدعوا ان الارض بتاعتهم، هم صدر لهم قرار تخصيص سنة 75 ب 65 متر واجهة على البحر، قاموا سنة 2000 بالاعتداء على ارض مخصصة لنادي الصيادلة مساحتها واجهة 40 متر على البحر، ثم نادي اعضاء هيئة التدريس بواجهة 30 متر على البحر، وقاموا بالانشاء عليهم. وبسبب المخالفات دي صدر حكم قضائي بإزالة المخالفات والتعديات وصدر قرار محافظ الإسكندرية 4142 لسنة 2014 في شهر 10 الفائت بإزالة تعديات نادي المهندسين على أرض الصيادلة. هما بيدعوا إن احنا معتدين، أنا مش عارف الادعاء ده يجي إزاي وأنا معايا المستندات والأوراق كلها هتسيبها لحضرتك طبعا، من أول قرار التخصيص لقرار اللجنة التنفيذية لقرار التسليم لحكم الحبس الصادر ضد عمر عبد العزيز الهاشمي الحكم القضائي الصادر بإزالة تعديات نادي المهندسين والقرار الأخير الصادر من محافظة إسكندرية بإزالة تعديات نادي المهندسين على أرض نادي الصيادلة. طبعا أنا هسيب يعني بخلاف طبعا تعديات الحركة أكيد صورتها النهاردة سواء تعديات قولية أو فعلية، اليوفط او اللافتات اللي رافعينها وان صفقه اخوانيه وبيتهموا القضاء بالاخوانه، انا طبعا مش هقدر ارد على هذا الاتهام، انا هسيب الشعب المصري نفسه هو اللي يرد على الاتهام بالاخوان ويشوف مين الاخوان ومين اللي ضبطت اسلحه بداخل نقابته في وقت من الاوقات. يعني يا فندم كل تحركاتنا بموافقات من الجيش والشرطه، بتصريح من الجيش والشرطه، الكونتينرات اللي حضرتك بتصورها دي لمبيت العمال والعاملين اللي هم العمال حراسه، لان اكتر من اعتداء وقع وفي محاضر شرطه حوالي 7 أو 8 محاضر شرطه باعتداءات سابقه احدهم صدر فيه حكم ضد مدير النادي والباقي تحت قيد التحقيق. يعني طبعا يعني احنا كل خطواتنا حكوميه او بموافقات حكوميه وموافقات الجهات الرسميه، المنطقة الشمالية العسكرية عندها علم بكل ما يدور في الأرض وفي تصريح وفي موافقات بسلم وبمنزل وبوضع وبناء غرفة كمان للحارس، احنا استسهالا عشان ما نهدش ونبني وهنبني النادي مرة واحدة فجبنا الكونترولات دي عشان يبيت فيها العمال. طبعا ده حاجه في الخيال، ولو كان في حصل كده هم مش مبطلين تصوير كانوا صوروها. اللي حصل يا فندم ان حركه المرور زي ما حضرتك شايف على البحر صعب جدا نقدر نعطلها، فاحنا اثرنا ان احنا ننزل بالكونتينرات من بعد الساعه 12 مساء بحيث تكون حركه المرور خفت على طريق الكورنيش. يعني انا مش محتاج اعمل حاجه في الضلمه لان انا شغلي في النور وانا ما حطيتهاش وما لبستهاش طاقية لخفه، هي ما هي موجوده او موجوده، يعني انا مش خايف من حاجه وبقول ان هي بتصريح، ولو مش بتصريح كان الجيش شالها. يعني ده حرس الحدود وجه وبناء على شكوى منهم ودخل وقعد معانا الراجل وشاف التصاريح الموجوده بخصوص هذه الكونتينرات والامر كله قانون. متشكر جدا يا فندم.